يحتضن كوكب الأرض نحو 100,000 نوعاً منها، وكشفت البحوث استخداماتها المحتملة في إنتاج الوقود الحيوي. فما هي؟ صحيح أن الطحالب تصنف علمياً ضمن مملكة الحيوانات، إلا أن عملية التمثل الغذائي لديها تشبه ما يحدث في النبات، بمعنى أنها تنتج الأكسجين لتجديد ما نستهلكه منه نحن البشر. طوال آلاف السنين استخدم الصينيون الطحالب الدقيقة المتناهية الصغر لأغراض طبية وغذائية، اعتقاداً منهم بقدرتها في شفاء الناس من أي علة صحية. وخلال العقود القليلة الماضية أثبتت الأبحاث الإمكانات الهائلة التي تكتنزها الطحالب الدقيقة، لاسيما في إنتاج الوقود الحيوي المستمد من مواد نباتية أو فضلات حيوانية. لحسن الحظ تتمتع الطحالب الدقيقة بقدرة فريدة على تحويل ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون إلى مجموعة واسعة من المركبات البيوكيميائية. واليوم يعتبر الوقود الحيوي المصنوع من الطحالب الدقيقة أحد أكثر البدائل الواعدة للوقود الأحفوري القادرة على دعم الطلب العالمي على الطاقة. في المحصلة سيصبح الوقود الحيوي منافساً في تكلفته لنظيره الأحفوري المعتمد حالياً، ما يساعد في تسريع عجلة الانتقال نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة.